محمد أبو جبل بالكلبش في كتب كتابه على سمارة يحيى. بعد ما لبس الكلبش احتفل محمد أبو جبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعقد قرانه على سمارة يحيى ملكة جمال العرب الجزائرية أمس في حفل عائلي أقيم بأحد فنادق القاهرة، بينما حرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم المصرية على تهنئة زميلهم، وظهر برفقته أبو جبل اللاعب عبد الله جمعة وشيكابالا وعدد من اللاعبين أصدقائه، بالإضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء والأهالي. وبطريقة كوميدية استخدم المأزوم في كتب الكتاب الكلبش ليؤكد على أن الثنائي قد دخل عش الزوجية وسيعيشون سويا للأبد في سجن الزواج، وذلك بوضع يد أبو جبل وعروسته في كلبش كان بحوزته وظل يداعب. وألف مبروك للعروسين. وارزق فتيات المسلمين المزز الحلوه اللي قاعده هنا. حضرتك قاعه ايه؟ والله ما بصدقك. قطعته؟ قطعته. هتقطع يا ابن المحظوظه.